وتشهد القمة العربية الثانية والثلاثون عودة العمل العربي المشترك والتكامل العربي لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه المنطقة القمة العربية هذه المرة تختلف عن سابقها إذ تشهد مشاركة سوريا لأول مرة منذ 12 عاما كما تناقش القمة العديد من الملفات المهمة مما يجعلها واحدة من أهم القمم اجواء ايجابيه تشهدها القمه العربيه الثانيه والثلاثون التي تستضيفها المملكه العربيه السعوديه قمة تشهد طموحات كبيرة نحو عودة العمل العربي المشترك والتكامل العربي لمواجهة العديد من التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتطلب تكاتفا عربيا كبيرا ويعد عودة سوريا إلى الحضن العربي واستعادة مقعدها بالجامعة العربية بعد غياب لأكثر من عشر سنوات قرارا يحمل في طياته العديد من الأمال نحو توجه شامل لإعادة اللحمة العربية والتنسيق العربي المشترك وتتضمن القمة العربية الثانية والثلاثون جدول أعمال مزدحم يجعلها بامتياز واحدة من أهم القمم العربية، خاصة في ترتيب البيت العربي الداخلي فضلا عن العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية وإعادة إعمار ما دمرته الحروب في اليمن وسوريا وحل لأزمة اللاجئين السوريين وعودتهم إلى ديارهم وحل أزمة لبنان السياسية والاقتصادية. ويعد الملف السوداني واحدا من الملفات التي تطرح نفسها بقوه في القمه العربيه حيث تتطلع الشعوب العربية بوجه عام والشعب السوداني على وجه الخصوص بأن تنجح القمة في نزع فتيل الأزمة الحالية التي تشهدها السودان، وأن ينجح القادة العرب في إقناع أطراف النزاع السوداني بإعلاء مصلحة الوطن وحقن الدماء. وتأتي القمة الثانية والثلاثون في ظروف إقليمية ودولية استثنائية ومستجدة فيما يخص العلاقات العربية البينية، إذ إن الخلافات الخليجية قد انحصرت وتم طيها. ودبت في شريان العلاقات الخارجية تقاربات دبلوماسية جديدة ما بين قطر والبحرين والسعودية وتم حل حالة كل الأزمات والعقد السياسية بين الأشقاء